السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله تمسيهم بالخير جميعا. الناس في حياتهم اليومية محتاجون إلى ما يؤمنهم من كل مخاوفهم، من كل شر قد يتعرضون إليه، سواء كان مرض، سواء كان اعتداء أو إلى غير ذلك. ومن لطيف التأمينات النبوية ما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشتكي إليه من عقرب لدغته، قال: أما أنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. فجميل جدا أن يؤمن الإنسان نفسه وأبناءه ومن يحب بمثل هذا الدعاء، بل حتى السيارة مركبك الذي تركبه تريد أن تؤمنه من الحوادث والشرور، قل هذا الدعاء عند ركوبك للسيارة. وهذا أفتى به شيخنا بن باز رحمه الله.